ارجو بس انه يحصل للراي العام المصري، وما بتكلمش انا بقى عن الراي العام اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي ولا النشطاء على تويتر ولا، لا بتكلم الراي العام المصري اللي هو يعني الشعب المصري في بيوته وفي شوارعه وفي اعماله وفي مشاغله وفي حتى قهاويه، يعني انك انت يعني اطمئن امن جدا الى انه في اراده وسياده وان في قوه وانك شعب قوي قادر على انك تدافع بنفسك وقبلك بجيشك على سيادتك الوطنية، وانه بقى اللغو واللهو الدائر القائم المستمر الملح المتكرر حول اصله هيدخلوا ايه في سينا يعملوا في سينا، هذا كلام هراء وطراهات، يعني البعض يريد ان يكرر الكذبة 100 مرة ففي المرة 101 تصبح حقيقة. فارجوكم لا تسمحوا لانفسكم ان تكون هذه الكذبة من الافواه الى الاذان ومن الفم الى الاذن، ونقعد نرددها وكأنها يعني محتاجين ان احنا ننساق وراء من يريد ان يحول هذه الكذبة وكأنها يعني يحولها الى شيء وكأنه شيء واقعي وحقيقي.